للشركة اللي بتنظم الملتقى الوظيفي موجود منها يعني بعض مندوبينها عشان يشرحوا للسادة الأعضاء إيه هي الإجراءات أو هي الضوابط اللي المفروض إن العضو بيتقدم بيها، سواء في ميل الاستمارة بتاعت حضور الملتقى أو إيه المقترحات أو الحاجات اللي من وجهة نظرهم اللي بتساعد على إن تبقى عنده فرصة كبيرة إن في المقابلات اللي هتتم مع الشركات عشان تبقى عنده فرصة للعمل. بيشرح له إيه اللبس اللي ممكن يكون بيلبسه، إيه الحاجات اللي المفروض يتكلم فيها، إيه الحاجات اللي هو المفروض يعرفها عن نفسه قبل ما يتقدم عشان نشوف هو مناسب الكلام ده ليه ولا مش مناسب ليه. ندوة كويسة. الشركة طبعا المنظمة شركة بتقدم عرض كويس للنادي الأهلي من خلال بعض الهيئات والمؤسسات اللي بتعمل في مصر. ده شيء كويس ان هو اسعدنا ان هو بيتيح فرصه لابناء النادي الاهلي ان هم يعملوا في القطاع الاهلي ويثبتوا جدارتهم وقوتهم. في نفس الوقت انا استفدت ان احنا اتكلمنا كتير في نقاط كتيره جوه، عرفنا ان هم تقريبا 30 شركه. ال 30 شركه يعني عندهم مصداقيه في اعداد الوظائف اللي متقدمين بيها، عايزين فعلا ناس تشتعمل في المجال ويحبذوا اعضاء النادي الاهلي. ده شرف ليهم ولينا الاثنين مع بعض. الحاجه الثانيه وظائف متعدده وفي قطاعات كثيره من مجالات الدوله، قطاع البنوك وقطاع التجاري، قطاع الاتصالات، فده شيء كويس ان شاء الله. هو النهارده بس الاستفاده ان هم اولا ان هم بيجيبوا لنا الشركات وعاملين لنا ملتقى وظيفي في نادي الجزيره، وان هم بيحضروا الناس او اعضاء النادي الاهلي قبل الملتقى الوظيفي بتاع الشباب عشان خاطر يحضروهم ذهنيا لايه اللي هيحصل، وبيشرحوا لهم ازاي السي في بيتعمل بتاعهم او ازاي يقدروا يحضروا السي في بتاعهم او ازاي ان هم مثلا يبعتوا السي في بتاعهم على السايت بتاع الشركه او يبعتوه مثلا على السايت بتاع الشركات اللي هي هتروح فيها عشان يكونوا عارفين المتقدم لهم ده ايه بالظبط. هي الفكره كلها اكيد كان في اسئله كتير من ضمنها حاجات كتير عن السي في كان ده مش واضح لكل الشباب، فهي بصراحه وضحت يعني هم وضحوا بشكل كبير جدا المفروض ايه اللي يكتب في السي في وايه الحاجات الكتير جدا اللي احنا كنا بنكتبها تبقى غلط. يعني في حاجات كتير احنا كنا بنكتبها مش مطلوبه وبتقلل مننا، يعني مثلا بالذات موضوع الفلوس ده ممكن الناس بتكتب فلوس، اكتشفنا ان ده لو اتكتب ده حاجه بتقلل لان انت كده شخص بيدور على الماده. ففعلا لا الموضوع مفيد جدا، فكره ندوه زي دي توضح الموضوع ماشي ازاي، لا فرق كتير. المشاركه سواء هنا او في مدينه نصر بصراحه هي عاليه جدا مقارنه بالندوات اللي شبه كده اللي احنا بنعملها، وده الميزه بصراحه في ان هو يمكن النادي النهارده اول مره يفكر يعمل منطقه توظيف بالحجم ده، وده طبعا مخلي الناس لا عندها عايزه تشترك وعايزه تبان بصوره سليمه وعايزه تلاقي الفرص اللي جايه تتعرض عليها دي من الشركات، عايزين يبقى ليهم دور ان شاء الله فيها، خصوصا ان هم الشركات طبعا ايه في مجالات مختلفه. اولا مبسوط جدا من النادي واللي عمل الفكره، الفكره جميله جدا في حد ذاتها، وملتقى جميل جدا ان الشباب القاعد اللي هو اولاد اعضاء النادي انهم يجوا ويقدموا السي في بتاعهم عشان يلاقوا شغل ان شاء الله. طبعا هو مش هتاخده كلهم بنسبه 100%، كل شركه هتيجي، احنا عندنا اكتر من 30 شركه متقدمه، والناس اللي النهارده حضروا النهارده المجموعه الاسر النهارده اللي جت، الشباب ما جاش بس الاسر اللي جت النهارده وتناقشوا في كل الزوايا. انا بالصدفه امبارح كنت في مدينه نصر كان في العاب رياضيه هناك وبالصدفه لقيت المجمع ده موجود والملتقى ده، فدخلت وقعدت كده. انا اتبسطت جدا من الشرح اللي هم عملوه. حاجه مش جديده على النادي الاهلي، النادي الاهلي بيخدم اعضائه بيساعد اعضائه ان احنا نلاقي فرص عمل، طبعا في ظل انك انت بره ما بتلاقيش شغل وشغاله بالواسطه والمحسوبيه و و الى اخره، فدي حاجه كويسه على النادي الاهلي ويا رب تكمل على الخير ان شاء الله. فتح السكوبس بتاعت ازاي الواحد يعرف يشوف كارير، يعرف يعمل سي في، ازاي انت تبقى رايح انترفيو عندك سكيلز معينه،
انت مش رايح كده انت مش عارف اي حاجه يعني، بحيث انك تبقى مرتب نفسك في كل حاجه بالظبط ومؤهلها، وده بقى بالتوفيق يعني. هما هنا ادي ناس عايزين شغل وناس ما عندها شغل، وبسكيلز معينه انت تقدر تعملها في البيت وبمساعدتهم بس، فالدنيا بتتظبط يعني. ندوة النهارده كانت مركزه اكتر على الاسئله اللي الناس بتسالها فيما تختص بالشغل وهتعمل ايه، وابتدت بناس من الاخر كده، ناس كانت متخوفه ان هي بتقدم على شغلانات وما بيبقاش فيها تجاوب، ما بيبقاش فيها معرفه الشغلانات هتيجي ولا لا. فكان الحوار كله بيتم حوالين نعمل ايه، نعرف بعضنا ازاي، وكان اهم نقطه بنتكلم عليها ودي فرقت قوي مع الناس، ان هو كل شخص يعرف هو ذات نفسه ايه المميزات، ايه الحاجات اللي محتاج يطورها او تطورها في نفسهم، وبناء عليه لما يقدموا يبقوا مقدمين هم عندهم الثقه دي. فالثقه كانت عنصر مهم، وفي نفس الوقت برضو النواحي اللي هم محتاجين يزوروها سواء في السي في سواء في المقابله الشخصيه اللي بتتعمل، وده كان الاساس بتاع الحوار بتاع النهارده اللي هو قعد تقريبا ساعه ونص يعني.